أهلا بكم في سبيس. هذا الشهر نصطحبكم إلى أبعد من نظامنا الشمسي، إلى هذا المكان، الكوكب القزم بلوتو. يبدو أنه أكثر غرابة من المتوقع بسبب ظواهر غير معروفة على سطحه. لمعرفة المزيد التقينا بكبار المختصين الأوروبيين. بلوتو كان لغزاً منذ اكتشافه في العام 1930، كوكب، لكن في العام 2006 صنف على أنه كوكب قزم. مواصلة اكتشاف المزيد عنه تعني مواصلة تغذية مخيلة العلماء، من بينهم إليوت سيفتون ناش من وكالة الفضاء الأوروبية. من الأشياء التي يجب فهمها حول بلوتو مقياسه الحقيقي مقارنة بالنظام الشمسي. نحن على الساحل لتقديمه بشكل أفضل. هنا لو رسمت الشمس كدائرة حجمها 30 سنتيمتراً، علينا أن نسير 35 خطوة بهذا الاتجاه لتخطيط الأرض. إذن الشمس هناك حجمها 30 سنتيمتراً، ما يعني أن الأرض يجب أن تكون هنا وبحجم 3 مليمترات تقريباً. إذا كنا نريد تقديم بلوتو بالنطاق نفسه، يجب أن يكون حجمه 0.3 مليمتر وعلى مسافة كيلومتر. طبعاً لا أستطيع تخطيط ما حجمه 0.3 مليمتر، لذا سأرسم بلوتو أكبر قليلاً. هذا هو بلوتو أكبر، قمر له هو تشارون نصف حجمه تقريباً، لكن لبلوتو أربعة أقمار أخرى هي ستيكس ونيكس وكريبيروس وهيدرا. إذن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث حول نظام بلوتو، إنه ليس كتلة ثلجية باردة وميتة فقط. نقطة تحول في تاريخ الاستكشاف، في 14 من تموز يوليو 2015 تم الاقتراب من بلوتو لأول مرة. مسبار آفاق جديدة التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أخذ القياسات وصور الكوكب القزم وكشف عن مظاهر غير معروفة عنه. باحثان فرنسيان في فرق تدرس بيانات مسبار آفاق جديدة غمرتهما الفرحة حين اكتشفا أن بلوتو لا يشبه الكواكب الصخرية، الأرض والمريخ، ولا الكواكب الغازية العملاقة المشتري وزحل. حين اقترب مسبار أفاق جديدة من بلوتو اندهشنا من تضاريسه. لماذا؟ لأننا شهدنا جبالاً تصل إلى ارتفاع 4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، وهناك حوضاً توبوغرافي ضخم على ارتفاع أقل من 3 كيلومترات مقارنة بمستوى متوسط. إنها اختلافات توبوغرافية هائلة لجسم صغير مثل بلوتو. الصور والقياسات العلمية أرسلت ببطء بواسطة مسبار آفاق جديدة، أضاءت بعض النقاط المظلمة حول بلوتو. بدراسة هذه البيانات اكتشف الباحثون عالماً يسيطر عليه الجليد. الباحثان الفرنسيان اصطحبانا لبحيرة متجمدة ليشرحا لنا بشكل أفضل الاختلافات الموجودة هنا على الأرض وما تم اكتشافه على بلوتو. جليد الماء هنا قريب من درجة الصفر، كما هو الحال في جميع الأنهار الجليدية هنا في جبال الألب. إذن إنها هشة نسبياً تذوب وتشكل الأنهار الجليدية. أما جليد الماء على بلوتو فإنه أقل من 230 درجة مئوية، لكنه صلب كالصخر. إذن على بلوتو الجليد هو الذي يشكل السلاسل الجبلية. جبال بلوتو متكونة من جليد الماء، أحياناً مع بقع من صقيع الميثان. الأنهار الجليدية على شكل قلب كبير على سطحه تتكون من النيتروجين. وفقاً للعلماء، بلوتو يمر بدورات موسمية قوية جداً، وهو ما قد يفسر بعض الظواهر غير العادية على سطحه. خط الاستواء يعد لغزاً، لا توجد ثلوج متطايرة، مجرد قاعدة. جليد الماء مغطى بنوع من السخام، مواد سوداء ناجمة عن التحلل الضوئي للجليد بفعل الأشعة فوق البنفسجية. هناك تناقض كبير بين المناطق المظلمة لخط الاستواء والمناطق الأكثر إشراقاً في الشمال لهذا الجبل الجليدي العملاق من جليد النيتروجين الذي يعادل حجم فرنسا. عمر هذه الأنهار الجليدية أقل من 1,000,000 سنة، سن صغيرة وفقاً لمعايير الكواكب. كيف تتشكل وكيف تتجدد؟ لا توجد إجابة واضحة لغاية الآن. فهم بلوتو يمكن أن يساعد على فهم النظام الشمسي ككل، لذا العلماء يعتقدون بضرورة الذهاب إليه مرة أخرى.
إرسال مركبة إليه سيكون أمراً رائعاً لنفهم أولاً الهياكل والمعادن عن قرب ولرؤيتها على مدى فترة زمنية أطول أيضاً، فقد رأينا بلوتو في مرحلة معينة فقط من مداره، فتغيرات الموسمية قد تكون ديناميكية للغاية إذا تمكنا من مراقبته لمدة عام كامل. إنه غريب، لهذا نريد حقاً محاكاة هذا العالم، القيام بالتجارب لنحاول أن نفهم كيف يعمل. هناك مناخ وهناك جو وهناك ثلوج، لكن ليس كما على الأرض. لم نكن نتصور وجود كوكب بهذه الحيوية وعلى هذه المسافة من الشمس. هذا يبعث على طرح المزيد من الأسئلة. مهمة فضائية تثير أسئلة أكثر من الأجوبة، تعد مهمة ناجحة. قبل سنوات بلوتو مع أقماره كانوا عبارة عن بيكسل في التلسكوبات، نقاط غامضة في حزام الكويكبات الموجودة ما بعد نبتون. اليوم العلماء بدأوا يفهمونها بشكل أفضل. نغادر بلوتو لنبدأ سلسلة مصغرة جديدة عن أساطير الفضاء. طوال هذا العام نحتفل بمرور 60 عاماً على المغامرة الفضائية سبوتنيك. نعود لمراحل مهمة منها. هذا الشهر نعود إلى نيسان أبريل عام 61، حين أصبح يوري غاغارين أول رجل في الفضاء. أندهش حين أنظر كيف كانت حياة غاغارين صعبة. كان من عائلة متواضعة جدا. كان شابا في 27 من العمر حين قام برحلته في 12 من نيسان أبريل 1961. كانت عملية محفوفة بالمخاطر، وهذا ما كان يسعدنا آنذاك. كنا شباباً، كنت في 24 من العمر. الأمر كان يبدو لي رائعاً، وهذا ما كان الحال حقاً. غاغارين كان من بين أكبر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية. هناك صورة لغاغارين كما لو كان ينظر لجميع أفراد محطة الفضاء الدولية. الخطر والنجاح والشخصية الجيدة. غاغارين كان ودياً، كان شاباً، ابن مزارعاً. إذن كان مثالياً بالنسبة لخروتشيف. كان تجسيداً جميلاً لما يمكن أن يكون رائد الفضاء السوفيتي. انتهى برنامجنا. بإمكانكم مشاهدة حلقات أخرى من أساطير الفضاء والحصول على معلومات أخرى عن عالم الفضاء على موقعنا euronews.com.